أولا أستاذ علي، إحنا صحيح التبديل مهم حتى لو معنويا أمام الشارع، ولكن إحنا كمجلس نواب نتعامل مع مؤسسة، البنك المركزي مؤسسة بمدراء عامين بخبراء بمستشارين. إحنا نحكي على يعني المحافظة، أكيد المحافظ الجديد هم يجي يعرف الأسباب والناس الاختصاص. إحنا شو نريد؟ نريد الأسباب ونريد طرق المعالجات. وإذا كان هذا محافظ جديد تم اختياره من قبل السيد رئيس الوزراء، نعم، نشوفه قادر على المرحلة لو مو قادر عليها. أما أنه الوضع الحالي بالنسبة ما يخص المظاهرات، شوف المظاهرات شقين، أكو مظاهرات فعلية والناس من حقها تطرح رأيها، واليوم يمكن مبارح أكو مظاهرات. أي نعم نعم، هذه الفعلية. نعم الثانية الفعلية، وأكو ناس تدخل داخل جو المظاهرات اللي عندها أجندة، لأن هذا التوقيت لزيادة سعر الصرف هذا له خط مرسوم قد يوصل إلى 200 أو أكثر. من هذا الخط المرسوم؟ دولي. دولي. دولي وأكو بيادي عراقية داخلية. يريد يوصل إلى 200؟ طبعاً. أنا أقول لك ساد علي، أنا هسه اليوم إذا خزانتي بيها دولار، فأنا سعيد بأن صعد الدولار، وإذا أنت خزانتك بيها عراقي أنت خسران، صح؟ تمام. فأكو ناس مستفيدة من هذا الوضع داخلياً. ودوليا تعرف يعني امريكا نحكيها بالواقع يعني، نعم، وكل واحد لازم يقتنع بها. امريكا تقول لك انا سياستك الخارجيه لازم انا ارسمها، سياستك الاقتصاديه لازم انا ارسمها، انت لك حدود لازم ما تعبرها. يعني السفاره الامريكيه نفت هذا الموضوع استاذ كاظم، السفيره الامريكيه في بغداد تحدثت عن ان الاداره الامريكيه لا دخل لها في موضوع سعر صرف الدولار، والامر يرتبط باجراءات جديده.